بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم الفصل الثالث، اسم الفصل المصفوفات والمحددات. خلنا ناخذ المصفوفات. عندنا المصفوفات، عندنا تعريف المصفوفة. تعريف المصفوفة عبارة عن ترتيب للأعداد على شكل مستطيل مرتب بشكل صفوف عددها M وأعمدة عددها N، حيث M وN أعداد صحيحة موجبة. يرمز للمصفوفة بالحروف الكبيرة، مثلا عندك A capital أو B capital، وهكذا تقرأ. مثلا عندي المصفوفة A تقرأ مصفوفة A، أو عندي B تقرأ مصفوفة B. عندي مثلا هذه المصفوفة مصفوفة A. المصفوفة بها شغلتين عندكم، عندكم صفوف بها وبها أعمدة. زين، شلون أعرف الصفوف؟ شلون أعرف الصفوف؟ أجي هنايا هذا الصف، مثلا هذا الصف الأول، هذا الصف الثاني، واضح؟ إذن هاي المصفوفة بها كم صف؟ بها صفين. زين، كم عمود بها؟ أجي هنايا أحسب، عندي هذا عمود وكذلك عندي هذا عمود، واضح؟ إذن شغلتين عندي بالمصفوفة، عندي صفوف وعندي أعمدة، ودائما خلي ببالك الصف قبل العمود. خلي عندك ملاحظة، الصف دائما يجي قبل العمود. مثلا عندي المصفوفة بي، كم صف عندي وكم عمود؟ أجي هنايا كم صف عندي؟ هذا صف، كذلك عندي هذا الصف. زين، كم عمود عندي؟ أجي هذا العمود أخذه، هذا عمود، هذا هنا عندي هذا عمود، عندي هنا هذا عمود. إذن هذه المصفوفة بها كم صف وبها كم عمود؟ بها صفين وبها ثلاث أعمدة. رتبة المصفوفة، رتبة المصفوفة تنكتب M في N. الـ M يمثل لي عدد الصفوف، والـ N يمثل لي عدد الأعمدة. يعني بنعطيك مصفوفة وأقول لك جد رتبة المصفوفة، أو اكتب رتبة المصفوفة، أنت تيجي تقول رتبة المصفوفة M في N. الـ M يمثل لي عدد الصفوف، والـ N يمثل لي عدد الأعمدة. أجي هنا مثلا عندي المصفوفة A، تعرف رتبتها. أجي أول مرة خليها قاعدة الصف قبل العمود، إذا كم صف هنا عندي؟ أجي هنا أحسب، هذا صف وعندي هذا صف. إذا الصف ينكتب قبل العمود، إذا أول شيء راح أكتب الصف، كم صف عندي بهاي المصفوفة؟ عندي صفين. في كم عمود عندي؟ أجي أحسب، أحسب أعمدة، إن هذا عندي واحد، هاي اثنين، وعندي هاي ثلاثة. يعني كم صف عندي؟ صفين. كم عمود عندي؟ ثلاثة أعمدة. يعني رتبة هاي المصفوفة 2 في 3، واضح؟ اضبط لي هاي الملاحظة، M في N، الـ M عدد الصفوف، والـ N عدد الأعمدة، الصف قبل العمود. مثلا عندي المصفوفة B، مصفوفة B من كم صف يتكون؟ انتبهوا وياي، يتكون من صف واحد، واضح؟ من كم صف يتكون؟ يتكون من صف واحد. إذن عدد الصفوف واحد عندي. في عدد الأعمدة اشقد؟ عدد الأعمدة أجنى أخذ إيش كأنما بالطول، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة. إذن عدد الأعمدة عندي ثلاثة. إذن رتبة هاي المصفوفة واحد في ثلاثة. عندي المصفوفة سي، المصفوفة سي من كم صف دي يتكون لي؟ هذا صف وعندي هذا صف، واضح؟ إذا كم صف عندي؟ عندي صفين. في كم عمود؟ عندي عمود واحد. إذا رتبة هذه المصفوفة 2 في 1. عندنا المصفوفة دي 7، هاي رتبتها 1 في 1، لأنه تكون من صف واحد من عمود واحد، واضح؟ إذا الصفوف تأخذ بالعرض، والأعمدة راح تأخذهم بالطول، واضح؟ زين، مثلا عندي المصفوفة أي، عندي هذول الأعداد، هذول الأعداد شو أسميهم؟
عناصر المصفوفة أي. شو أسميهم؟ عناصر المصفوفة أي، واضح؟ وكل عنصر يعني كل عدد عنده موقع خاص بالمصفوفة. مثلا موقع سالب موقع 4 يختلف عن الموقع 1، واضح؟ موقع 16 يختلف عن الموقع 9. اذا كل واحد عنده موقع، اذا كل عنصر عنده موقع. زين شلون راح اعرف الموقع مالته؟ انتبهوا وياي. مثلا اريد اعرف الموقع مال 1، واضح؟ هذا شلون راح اعرف الموقع مالته؟ رمز المصفوفه عندي اي، ترمز له بالرمز اي اسمول، واضح؟ لو اجي اشوف العدد 1 بيا صف صاير، العدد 1 صاير اللي بالصف الاول، وين صاير؟ صاير اللي بالصف الاول. زين بيا عمود، بالعمود الاول، صار واضح؟ بالعمود الاول. اذا هذا موقع عنصر بالمصفوفه، انتبهوا يا شلون تكتبه، تكتبه 1 1. هذا العدد الاول يمثل لي عدد الصف، هذا يمثل لي عدد العمود، واضح؟ شلون بالرتبة الصف قبل العمود؟ هنا من كذلك، هذا يمثل لي عدد الصف، وهذا يمثل لي عدد العمود. إذن أي 1 1 جد القيمة مالته، القيمة مالته يساوي لنا 1، واضح؟ الواحد جد موقعه اي 1 1، او بالعكس اقول لك ما العنصر الذي موقعه 1 1 راح تقول لي 1، واضح؟ خلينا ناخذ غير عنصر. مثلا اريد اطلع موقع 4، ايش قد موقعه؟ نفس العمليه، راح تيجي تكتب ناش عندك اي كابيتال، تكتب هنا اي سمول. الموقع مالته طلاب، اجي هنا ابيا صف صاير، هذا صف الاول، هذا صف الثاني، ابيا صف صاير، صاير بالصف الثاني، اذا هنا راح اخلي 2، واضح؟ زين ابيا عمود، هذا عمود الاول، هذا عمود الثاني، اذا اي 2 2، مو تقراها اي 22، لا، العدد الاول يمثل لي عدد الصف، وهنا يمثل لي عدد الاعمده، واضح؟ اذا 2 2، جد قيمته 4، واضح؟ زين انطيك سؤال، اقول لك ما موقع العدد 8؟ هذا موقع جديد، يعني هسه السؤال راح يصير بالعكس، واضح؟ هذا جد موقعه، اجي هنا يا عدد عندي 8، كم صف عندي؟ هذا الصف الاول، هذا الصف الثاني، وهذا راح يكون الصف الثالث، واضح؟ هذا الصف الثالث. إذن 8 بيا صف صاير بالصف الثالث. زين بيا عمود، هذا الأول هذا الثاني، إذن عمود الثاني. إذن موقع 8 تكتب ليها أي 3 2، يعني بالصف الثالث والعمود الثاني. ناخذ غير عدد، مثلا عندنا 5، واضح؟ خلينا نشوف 5 دي، هنا 5 تساوي لي، اكتب اي واجي احسب. خلي ببالك الصف قبل العمود، بيا صف هذا الاول هذا الثاني، اذا هنا بالصف الثاني، اذا موقع 2. زين بيا عمود 1 2 3، موقع بالعمود الثالث، اذا اقرا اي 2 3، يعني الصف الثاني العمود الثالث. خلينا نجي المصفوفة B. مثلا أريد أعرف الموقع عندي 7، أريد أعرف 7 والموقع صاير بالمصفوفة. هناش عندي B، راح أكتب B سمول، واضح؟ أقول يساوي، هنا راح أكتب B سمول وأشوف 7 وين صايره؟ بيا صف، هذا صف الاول، هذا صف الثاني، اذا بالصف الثاني. بيا عمود، بالعمود الاول، اذا موقع 7 وين صاير؟ صاير بالصف الثاني عمود الاول. مثلا اقول لك ما قيمه بي 2 3،
ما قيمة بي اثنين ثلاثة؟ تجي نفسك تقول العدد الأول يمثل لي عدد الصفوف والعدد الثاني يمثل لي عدد الأعمدة. إذن أجي أدور بي اثنين ثلاثة بيا صف صاير بالصف الثاني، هذا الصف الثاني. زين يا عمود، عمود الثالث. إذن هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة. إذن وياي بي اثنين ثلاثة بيا صف صف الثاني بيا عمود عمود رقم ثلاثة. إذن قيمة بي اثنين ثلاثة هو 12. واضح؟ يعني لا، إما ينطيك الموقع يقول لك العدد أو ينطيك العدد يقول لك الموقع مالتها. واضح؟ هاي مجرد معلومات عامة عن المصفوفة لازم تعرفها. هسه هنا راح نجي لا تعريف. عندي هنا تعريف وياي. يقال للمصفوفتين انهما متساويتين اذا وفقط اذا تحقق الشرطان. الشرط الاول المصفوفتان لهما نفس الرتبه. اثنين، عناصر المصفوفه الاولى تساوي نظائرها من عناصر المصفوفه الثانيه. يعني انتبه وياي، عندي مصفوفتين، شو وقت اقول مصفوفتين متساويتين؟ مثلا هنا عندي مصفوفتين، ايش وقت اقول مصفوفتين متساويتين؟ عندي شرطين، الشرط الاول لازم يكون نفس الرتبه عندهم. واضح؟ الشرط الاول لازم يكون نفس الرتبه عندهم. الشرط الثاني العناصر المتناظره، بس انتبه وياي، العناصر المتناظره اللي يقصد بعناصر المتناظره يعني موقع يكون بهاي المصفوفه نفس الموقع بهاي المصفوفه، وش بيهم لازم متساويين. واضح؟ يعني هسه من اجي النظير، مثلا عندي هنا نظير واحد بالعشرة، منو النظير مالته؟ النظير مالته واحد على عشرة. صار واضح؟ منو النظير مالته؟ النظير مالته واحد على عشرة. مثلا هنا عندي 0.75، منو النظير مالته؟ هذا النظير مالته، نفس الموقع عنده. صار واضح؟ ايش عنده؟ نفس الموقع. إذن حتى أثبت له المصفوفة A والمصفوفة B متساويان لازم أحقق شرطين. الشرط الأول الرتب مالتهم متساوية. تعال خلينا نشوف رتبة المصفوفة أي. هاي رتبتها جد، عندي هنا هذا الصف الأول وهذا الصف الثاني. إذن هاي رتبتها كم صف؟ عندي صفين. في كم عمود عندي؟ هذا واحد وهذا اثنين. إذن الأعمدة هنا عندي اثنين، هذا رتبة المصفوفة أي. أجي رتبة المصفوفة ب، كم صف عندي؟ هذا واحد وهذا اثنين. كم عمود عندي؟ هذا واحد وهذا اثنين. واضح؟ اذا الرتب مالتهم اثنيناتهم متساوين. هذا يا شرط، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لازم عناصر المصفوفه الاولى تساوي عناصر المصفوفه الثانيه، بس منو منو يتساوون؟ كل منو النظير مالته. شنو النظير مالته؟ مثلا هسه عندي هنايا النظير مالته، مثلا عندي هسه المصفوفه اي، هذا موقع اشقاد طلاب، اجي هنا اكتب اي اسمه. واضح؟ هذا بيا صف بالصف الاول. واضح؟ بيا عمود بالعمود الاول، يعني اي واحد واحد. هذا لازم المن يساوي لي؟ هذا لازم يساوي لي بالمصفوفه بي. اكتب هنا المصفوفه بي، الموقع مال منه؟ مال واحد على عشرة، اللي هو اكتبه بي. واحد على عشرة وين صاير؟ صاير بالصف الاول والعمود الاول اللي هو نفس الطلاب هنايا. هنا ايش قد تاخذ؟ اي واحد واحد، لازم بي واحد واحد يساويه. ان اكتب بي واحد واحد ويساوي لنا اي واحد واحد. ايش قد قيمته طلاب؟ قيمته 0.1. صار واضح؟ زين بي واحد واحد ايش قد قيمته؟ واحد على عشرة، هو نفسه اذا اكتبه بالصوره 0.1. إذن هذا راح يساوي لنا واحد على عشرة. صار واضح؟ إذن العنصر أول ساوال العنصر الأول بالمصفوفة بي. لازم العناصر كلهم يتساوون. أجي هنايا إيش راح أخذ هسه؟ راح أخذ العدد الثاني أو العنصر الثاني اللي هو هذا موقع أجد موقعه، أكتب أي. عندي هنا الكابيتال، اكتب السمول مالته. وين صاير؟ صاير بالصف الاول
وبيا عمود عمود الثاني، هذا لازم شو يساوي لي؟ يساوي لي ب بالصف الاول العمود الثاني، ويساوي لنا ب بالصف الاول هذا الصف الاول، العمود الثاني هذا العمود الثاني، ويساوي لنا هنا جدي يساوي لنا اي واحد اثنين الصف الاول العمود الثاني يساوي لنا سالب واحد على اثنين. زين واحد على اثنين اذا قسمه مو راح يعطيني نفس النتيجة، راح يعطيني سالب 0.5. صار واضح؟ أكمل بعد. هنا ايش قد عندي؟ هنا عندي أي موقع هذا ايش قد؟ الصف الثاني العمود الأول، الصف الثاني راح أكتب 2 هذا الصف الثاني، يا عمود عمود الأول راح أقرأ أي 2 1، مو تقرأ أي 21، لا أي 2 1 معناه الصف الثاني العمود الاول، هذا لازم شو يساوي لي؟ يساوي لي النظير مالته بالمصفوفه الثانيه اللي هو ب 2 1، ويساوي لي هذا جد قيمته؟ قيمته سالب 4 ب 2 1، من اجي ادور عليه القاه هنا الصف الثاني العمود الاول هم قيمته سالب 4. واضح؟ ايش بقى عندي؟ بقى عندي هنايا اي موقع ايش قد هذا؟ موقعه 2 2 لازم يساوي لي ب 2 2 اي 2 2 0.75، هذا راح يساوي لنا 0.75، وهذا راح يساوي لنا اجي هنا ب 2 2 قيمته 3 على 4. زين 3 على 4 اذا اجي اقسمها راح يعطيني ايش قد؟ 0.75. اذا هذا راح يساوي لي 3 على 4. صار واضح؟ اذا الشرط الاول تحقق عندي بان رتبه المصفوفتين متساويات، هاي المصفوفه رتبتها 2 في 2 وهاي المصفوفه رتبتها 2 في 2. الشرط الثاني كل عنصر مع النظير مالته لازم يتساوى. واضح؟ كل عنصر مع النظير مالته لازم يتساوى. اذا هنايا العناصر هنا كم عنصر عندي؟ عندي 4 ساوى للعناصر، العناصر البي تساوي العناصر عفوا البالاي تساوي العناصر اللي بالبي. صار واضح؟ كل واحد والنظير مالته. صار واضح؟ نجي هنايا عندنا مثال رقم 2 منطيني مصفوفتين، منطيني مصفوفه اي منطيني مصفوفه بي. اجي هنا اشوف رتبه هاي المصفوفه، هنا كم صف عندي؟ هنا عندي صفين، يعني هنا راح اكتب 2 في كم عمود؟ هذا واحد هذا 2، اذا رتبه هاي المصفوفه 2 في 2. اجل المصفوفه بي اشوف رتبتها، عندي هنا هذا الصف الاول وهذا الصف الثاني، اذا كم صف؟ 1 2، اذا رتبه هاي المصفوفه 2 في كم عمود؟ كذلك عمودين. اذا عندي الشرط الاول اتحقق. الشرط الثاني لازم العناصر المتناظره تتساوى، يعني هنا راح اجي اقول لك هنا طبعا عندنا الشرط الثاني عندي اي واحد واحد اللي هو هذا بالصف الاول العمود الاول لازم لمن يساوي لي؟ يساوي لي بي واحد واحد نفس الموقع. صار واضح؟ ويساوي لنا اي واحد واحد هو 6 وبي واحد واحد كذلك هو 6 ويساوي لنا 6، لازم ناخذ جميع العناصر. اجي هنا هذا العنصر 1 على 2 اللي هو موقعه، انتبهوا وياي، 1 على 2 موقع بالصف الاول هذا الصف الاول بيا عمود بالعمود الثاني، لازم شو يساوي لي؟ يساوي لي ب 1 2 ويساوي لنا عندي هنايا اي 1 1 قيمته ايش قد؟ 1 على 2. هذا مو يساوي لي ب 1 2 يعني الصف الاول عمود الثاني. هنا ايش عندنا طلاب؟ عندنا ساين باي على 6، باي على 6 يعني 30، يعني ساين 30 هو قيمته ايش قد؟ 1 على 3 عفوا 1 على 2، اذا هذا راح يساوي لنا ساين باي على 6. واضح؟ لا اقول لك ساين باي على 6 ايش قد يساوي؟ راح تقول لي يساوي لنا 1 على 2. كمل عندي هنا اي هنا يا صف الصف الثاني بيا عمود عمود الاول يعني موقع 2 1، هذا لازم لمن يساوي؟ لازم يساوي لي بي، بي ايش قد؟ بي 2 1 ويساوي لنا
هنا عندي اي 2 1 ايش قد يساوي لي؟ يساوي لي 1 على جذر 2، يساوي لنا 1 على جذر 2، وهذا راح يساوي لنا من اجي ادور على بي 2 1 الصف الثاني عمود الاول، هذا الصف الاول هذا الصف الثاني، يا عمود عمود الاول ايش قد قيمته؟ قيمته كوساين، قيمته كوساين باي على 4. من اجي اقول لك باي على 4 معناها الزاويه 45 وكوساين 45 هو يساوي لنا 1 على جذر 2. اجي هنا ايش بقى عندي؟ بقى عندي اي 2 2 يعني الصف الثاني والعمود الثاني لازم شو يساوي لنا؟ يساوي لنا بي الصف الثاني العمود الثاني، ويساوي لنا هنا ايش قد عندي؟ اي 2 2 قيمته 0.25 وهذا راح يساوي لنا 1 على 4. طلاب 1 على 4 من اجي اقسمها راح تعطيني 0.25، اذا 1 على 4 صار واضح. ما طول العناصر تساووا، اذا راح اقول هنايا نرجع هنا راح اقول المصفوفتان اي وبي متساويتان، وكذلك هنا راح اقول المصفوفتان راح اقول المصفوفتان متساويتان، او اكتبها بصورة مصفوفة A تساوي لنا مصفوفة B. كمل وياكم، عندنا هنا مثال رقم 2، هل ان المصفوفتين متساويتان في كل من ما ياتي؟ عندنا اولا وعندنا A، عندنا المصفوفة A وعندنا المصفوفة B. حتى اثبت المصفوفتان متساويتان عندي شرطين، الشرط الاول الرتب مالتهم تساوى، الشرط الثاني جميع العناصر بالمصفوفة الأولى تساوي جميع العناصر المصفوفة الثانية بشرط العناصر المتناظرة. واضح؟ فمن أجي أبدي بالحل، من أجي أشوف رتبة هاي المصفوفة، عندي هنا الصف الأول، هنا الصف الثاني، هنا الصف الثالث، يعني هاي رتبتها 3 في كم عمود عندي؟ هذا 1 وهذا 2، إذا رتبة هاي المصفوفة 3 في 2 مصفوفة أي. مصفوفة ب اجي هنا كم صف عندي؟ 1 هنا 2 وهنا عندي 3، اذا هاي رتبتها 3 في كم عمود عندي؟ هنا 1 وهنا عندي 2، اذا رتبة المصفوفة ب هي 3 في 2، الشرط الاول تحقق عندي، الرتب مالتهم تساووا. واضح؟ نجي هنا للشرط الثاني، لازم العناصر المتناظرة. هنا عندي اي 1 1 اللي هو جد قيمته؟ قيمته 2، وهنا عندي بي 1 1 اللي هو قيمته جد؟ قيمته 1. راح تجي تشوف الحل هنا، راح نقول عندنا الحل بما ان العنصر في الصف الاول العمود الاول اللي هو قيمته اي 1 1 في المصفوفه اي هو جد؟ 2، والعنصر في الصف الاول عمود الاول في المصفوفه به هو جد؟ هو 1، يعني هسه الاثنين ما يساوي للواحد، اذا اختل عند الشرط. راح اقول بما ان اي 1 1 لا يساوي لي بي 1 1، لذلك راح اقول المصفوفتان غير متساويتان. واضح؟ حتى لو كانوا جميع العناصر متساويين ما عدا عنصر واحد ما يساوي، راح اقول المصفوفتان غير متساويتان. كمل هنا، عندنا بي، عندنا المصفوفه اي تساوي لنا، نشوف رتبتها، وكذلك عندنا البي، رتبة المصفوفة اي هي كم صف؟ عندي هنا صفين وكذلك عندي عمودين، اذا هاي رتبتها 2 في 2، عندي المصفوفة بي متكونة من صف واحد وثلاث اعمدة، اذا راح تصير هاي 1 في 3، اذا الرتب اختلفوا، ما اقدر اقول مصفوفتان متساويتان، ما راح اقدر اقول مصفوفتان، رتبة المصفوفة A هي 2 في 2 ورتبة المصفوفة B هي 1 في 3، إذا المصفوفة A لا تساوي لي المصفوفة B.